السلام عليكم. أهم حدث يستنى في المنتخب التونسي هو مونديال قطر، كأس العالم اللي مازاله تقريبا 170 يوم، وجميع المنتخبات المتأهلة بدأت تتحضر للمونديال من توا، وبما فيهم المنتخب التونسي. ذا وقيت باش ننساو مباراة غينيا الاستوائية والفوز بنتيجة عريضة، واللي بسببها الملاعبية خذوا ثقة زايدة في رواحهم، ثقة مفرطة في رواحهم، واللي رجعت عليهم بالسلب في مباراة بوتسوانا. أما مهما كانت نتائج مباراتي الجولة الأولى والثانية من تصفية كأس إفريقيا الكوت ديفوار 2023، ولو فرضنا المنتخب التونسي فاز على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة أعرض من نتيجة 4-0 مع أداء خارق للعادة، كيف مباراة بوتسوانا لو فرضنا المنتخب فاز بها بنتيجة عارضة في بوتسوانا مع أداء خارق للعادة. حبينا نجعلوا مزوز مقابلات، هذوما مقابلات نحضروا بهم المونديال قطر، ما نجموش. علاش؟ باش نقول مثال، لو فرضنا عندك كومبيتيسيون تاع ناتاسيون وباش تقطع 10 كيلومتر في محيط والموجه تضرب 10 و15 متر لفوق وتحب تحضر للكومبيتيسيون هذه في بيسين، ما راكح. يعني مهما كان مستواك ومهما كان الوقت اللي باش تقطعه، ما تنجمش تعرف مستواك الحقيقي وما تنجم تعرفه كان على عين المكان. كيف المنتخب التونسي باش يواجه في مونديال قطر زوز منتخبات اوروبيه وممكن بنسبة كبيرة منتخب أمريكي لاتيني واللي هو المنتخب البيروفي؟ يعني ما تنجمش تحضر للمنتخبات هذه منتخبات واجهتها التصفيات كأس إفريقيا واللي هي المنتخب البوتسواني ومنتخب غينيا الاستوائية، منتخبات ضعيفة، منتخبات طريقة اللعب متاحة تختلف 180 درجة على المنتخبات اللي باش تواجهها في كأس العالم. علاش قلنا من الأول مهما كان مستواك، مهما كانت نتائجك، مهما كان أدائك في الزوز مقابلات اللي لعبتهم ضد كل من بوتسوانا وغينيا الاستوائية، ما تنجمش تقيم مستواك الحقيقي، ما تنجمش تقيم مستوى المنتخبات اللي باش تواجهها في المونديال. وهذاك علاش قلنا ننساو الزوز مقابلات هذه وندخلوا في الصحيح. صحيح انه اليوم المنتخب التونسي شد الرحال لمدينة أوساكا اليابانية في رحلة تمتد 19 ساعة من أجل الدورة الودية، الدورة اللي شارك فيها كل من منتخبنا التونسي، المنتخب الغاني، منتخب الشيلي، ومنتخب بلد المنظم المنتخب الياباني. فيما يخص برنامج منتخبنا التونسي، مقابلته الأولى باش تكون ضد منتخب الشيلي نهار الجمعة مع 7:15 متاع الصباح في المقابلة. المقابلة الثانية بين المنتخب الياباني والمنتخب الغاني. فيما يخص المقابلة الترتيبية ومقابلة النهائي باش يتلعبوا فرد نهار 14 جوان. قائمة متاع المنتخب باش تكون متكونة من 27 لاعب. جلال القادري استبع 3 لاعبين، اللاعب الأول وهو الحارس الياس الدمرجي حارس رين الفرنسي، وهذا أمر عادي جدا، وشفنا الحارس متواجد مع المنتخب الأولمبي وشارك في مباراة المنتخب التونسي الأولمبي ضد المنتخب الفلسطيني الشقيق الأولمبي. اللاعب الثاني وهو الياس العاشوري. يخص الياس العاشوري تم استبعاده على خاطر اسمه ما كانش متواجد ضمن القائمة اللي أرسلتها الجامعة التونسية مسبقا من أجل الدورة، وهذا بطبيعة يقعد على لسان الجامعة التونسية. وإلى حد الآن الأمور عادية على الأخر، حارس مرمى تم استبعاده والناخب الوطني فضل مكانه ثلاثة حراس مرمى كومبيتيتيف، محمد صدق الدبشي حارس الترجي الرياضي، بشير بن سعيد حارس الاتحاد المنستيري، وأيمن دحمان حارس النادي الصفاقسي. كيف ما قلنا الياس العاشوري تم استبعاده على خاطر اسمه ما كانش متواجد في القائمة، وهذاك علاش كنا إلى حد الآن الأمور عادية. أما ندخلوا توا في الصحيح، تحب تعرف الصحيح كيف نقوله. اللاعب الثالث اللي تم استبعاده معتز الزمزمي لاعب نيور الفرنسي، واللي خذا مكانه معتز الزدام لاعب النجم الرياضي الساحلي، وسبب الاستبعاد تأديبي بحت، وبين العملية وبين الأسباب وما ثماش أسباب غير الأسباب اللي باش نذكروها. معتز الزمزمي ملعبش في المقابلة الأولى وملعبش في المقابلة الثانية ولو دقيقة واحدة، وممكن صارت مناوشات بينه وبين الناخب الوطني، ممكن بينه وبين بعض الملاعبية، ولا بينه وبين بعض المسؤولين، وهذا هو السبب الرئيسي اللي بيه تم استبعاد معتز الزمزمي. لكن اللي نأكده لكم ما هوش باش يكون الاستبعاد التأديبي الأول قبل المونديال، باش يكون استبعاد تأديبي ثاني وثالث ورابع وممكن خامس، وهذا إن شاء الله اللي باش نحكيه عليه في حلقة قادمة، وإن شاء الله الحلقة تكون في القريب العاجل، وعلش لا تكون غدوة. نرجعوا للدورة الودية واللي باش تكون دورة بالفم والملاء بها المنتخب التونسي باش يحضر للمونديال.
أما شنية المطلوب من المنتخب في الدورة هذه؟ شنية المطلوب من المنتخب في المقابلة الأولى ضد المنتخب الشيلي؟ المطلوب من المنتخب الأداء قبل النتيجة، خاطر النتيجة تغر، أما الأداء عمره ما يغر. وكان المنتخب التونسي يحب على دورة نوعا ما ناجحة في قطر، والنجاح راه عمره ما كان أنه المنتخب يتأهل للدور الثاني. النجاح ينجم يكون وقت اللي تلعب الند للند ضد المنتخبات اللي باش تواجهها. وكان المنتخب كما قلنا يحب على دورة ناجحة في قطر، يلزمه يظهر بوجه مشرف ضد منتخب الشيلي، يلزمه يلعب بالند للند ضد منتخب الشيلي. هو المطلوب من المنتخب التونسي، المطلوب منه أول شيء الانيماسيون أوفنسيف، التنشيط الهجومي. هذا بطبيعة نعود نقوله لو كان يحب على دورة ناجحة في قطر. المطلوب من المنتخب التونسي أنه يعرف كيفاش يبني الهجمة متاعه من الدفاع الوسط الميدان للهجوم. المطلوب من المنتخب التونسي أخطاؤنا من 10 التالي ويلزمنا ما نقبلوش أهداف. المطلوب منه أنه يسجل الأهداف، على خطر منتخب وقت اللي يكون مطلوب منه يسجل الأهداف وقتها يلزم يلعب الهجوم، وقتها يلزم يخلق الفرص. أما المنتخب التونسي لو كان الهدف متاعه ضد الشيلي أنه ما يقبلش أهداف، وقتها باش يلعب بأي طريقة ممكنة، المهم ما يقبلش الأهداف. نية الفايدة وقت اللي دورة يكون الهدف متاعك الأول منها أنك ما تقبلش أهداف. ضد المنتخب الشيلي الهدف الأول متاعك أنك ما تقبلش أهداف وتلعب 10 التالي ودفاع مستميت. وصارت في كاس إفريقيا المنتخب التونسي ضد المنتخب النيجيري في الثمن النهائي، لعبنا 10 التالي والمنتخب النيجيري وقتها كان أفضل منا وما قبلناش أهداف وسجلنا وعرفنا كيفاش نحافظوا على النتيجة وتأهلنا للربع النهائي. في الربع النهائي لعبنا ضد بوركينا فاسو، منتخب أضعف من المنتخب النيجيري، ومع هذا فاز علينا. هي الفايدة وقت اللي تلعب منتخب الشيلي من أجل أنك ما تقبلش أهداف. هي نعم هك ما قبلش أهداف، لكن في نفس الوقت ما حققتش الأهداف متاعك من الدورة، ما عرفتش نقاط القوة متاعك، ما عرفتش نقاط الضعف متاعك. ممكن وقت اللي تلعب دفاع وبكلنا نعرفه تنجم تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك في الدفاع على خاطرك لعبت الدفاع، لكن في نفس الوقت ما تنجمش تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك في الهجوم. تحب تعرف نقاط قوتك وضعفك في الهجوم يلزمك تلعب الهجوم. ديك علاش قلنا في الدورة اليابانية الودية ما يهمناش النتائج، النتائج راهي تغلط، اللي يهمنا مستوى المنتخب، اللي يهمنا الأداء، الوجه اللي باش يظهر به المنتخب، على خاطر وقت اللي تظهر بوجه محترم في الدفاع وبنفس الوقت في الهجوم وقتها تنجم تقيم المنتخب، وقتها تنجم تقيم نقاط ضعف ونقاط قوة المنتخب، وقتها تنجم تصلحها قبل ما يفوت الفوز. حلقتنا اليوم وفات حظ موفق للمنتخب التونسي في الدورة الودية، وكالعادة البياري متبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، والسلام.